أرض باركتها السماء، منحها الله ثروات لتكون كريمة مع أبنائها، مذكورة في الكتب السماوية. يميزها التنوع والانسجام بين أعلى نقطة فيها وهي جبل الشيخ، وأخفض نقطة فيها وهي بحيرة طبرية، مما يمنحها مناخا نموذجيا واستثنائيا. إنه الجولان السوري المحتل الذي يشكل لوحة فسيفسائية مصغرة عن اللوحة الأم سوريا. كان يبلغ قرى الجولان السوري المحتل قرابة 264 قرية ومزرعة ومدينتين. قامت قوات الاحتلال الصهيوني بعد احتلالها للجولان عام 1967 بتدمير كافة هذه القرى وتهجير أهلها، ولم يبقى إلا 5 قرى صامدة بأهلها. يبلغ عدد المستوطنات في الجولان المحتل قرابة 45 مستوطنة، أكبرها مستوطنة كاتسرين، وأنشئت جميع هذه المستوطنات على أنقاض القرى السورية التي قامت قوات الاحتلال بتدميرها وأطلقت عليها أسماء توراتية لمحو هويتها العربية السورية. الجولان يعني أرض غنية في الزراعة، أرض معطاءة، فهي يعني حتى سميت تراثيا وعلميا بالجولانيتس، هي أرض المرأة، حتى كان الكثير يأتون، وأيضا يعني أرض الكلئي، أرض خصبة. طبعا العادات الشعبية في الجولان العربي السوري المحتل يعني يعتبر يعني جزء من الخارطة التراثية الشعبية في بلاد الشام وفي سوريا، فهناك تشابه وتجانس وأحيانا هناك تطابق، وخاصة في المنطقة الجنوبية في أغلب الأحداث، في أغلب العادات، من حيث الأزياء الشعبية، من حيث الأكلات الشعبية، من حيث حتى الأغاني الشعبية. إذا تحدثنا يعني بداية عن الأكلات الشعبية، هناك أكلات نباتية وهناك يعني أكلات تعتمد على الحيوانات الأليفة التي كانت تربى، فنستطيع أن نكون هناك كان اقتصاد منزلي بالاعتماد على الذات، وهذا السبب يعود إلى سبب اقتصادي، وهو سابقا في الجولان يعني قبل النزوح كان هناك قلة ذات اليد، لم يكن هناك يعني في نقود في مصاري إلى آخره، فكان الاعتماد هو اقتصاد ذاتي يعتمد على الأرض. الاعتماد على الأرض كان، ومع ذلك هناك خيرات كثيرة من هذه الأكلات. نقول الأكلات النباتية كان عندنا يعني نذكر هناك نبتة العكوب. العكوب يعني عندما أتينا على هذه النبتة الرائعة والفائدة، هي عبارة عن نبات شوكي ولكنه لذيذ الطعم، وله طريقة أيضا في جمع، يزرون إلى الوديان مجموعة من النساء يعني له طقس أو الرجال، ويسمى حتى بالمصطلح الشعبي بالتكعيب، وحتى هناك يعني ويطهب عدة مرات يعني بالزيت كنا بالبيض إلى طقس معين وبالفطائر، حتى هناك تحضر أغنية شعبية كانت تغنى أيضا يغني الرجال للنساء، يقول يا علا ويا لقاطات العكوب، يا علا وعمل لي فطيرة. أيضا هناك من الأكلات لعليت الخبيزة مسميه حتى الفرفحين من الفرح. أيضا هناك عندنا الخس، عندنا الخيار، لدينا البندور، يعني مواسم خير، أرض خضراء. يعني نحن نكون بالمنطقة الجنوبية بزقوف فيها بقرية قصفين بالبطيحة، أكثر من موسم أرض خيرة معطاءة بحكم موقعها الجغرافي، النبات الرائع، المياه يعني طبرية إلى آخره، المتوفر المياه من أفنه من جبل الشيخ، هذا أعطى هذه الأرض وفرة رائعة بالنسبة للناحية الرخصية. أيضا من الأكلات الشعبية الأخرى اللي تعتمد أيضا على يعني الحيوان الأليف مربى كالخراف وأيضا الدجاج وإلى آخره، نذكر المنسف، وإحنا مسفيه يعني منسف ومنسف المليح، أهم شيء كان وخاصة هذا يكون بالأعراس، والمنسف يعني من البرغل. عندما نقول البرغل هي حبة القمح المقدسة التي يعتمد عليها في اقتصاده هو ابن الجولان، فبيزرعها، وأيضا طقوس حصاد القمح وغناء حصاد القمح والاعتماد، فكان هذه هي يعني مسميها مسامير الركب، فكانت هي يعني هي الأساس فيه، فكان ذلك المنسف هو يعني نقول الطبق الرائع الذي والمفيد للبرغل، وأيضا اللبن، مشتقات الحيوانات التي أيضا يربي فيها ابن الجولان مع اللحومات. طبعا من العادات المنسف أكثر من المنسف يحط، هناك من العادات أنه يضع رأس الخروف في المنتصف، وكان الأكل يعني ما كان في ملاعق، كان الأكل عبارة باليد اليمنى، يعني كان في طوس ما كان في ملاعق، ويعني باليد اليمنى ويؤكل، يعني في طقوس معينة بهذا المجال. وهناك لابد أن نذكر أنه في بعض القرى في المناطق الشمالية
يضعون مع المنسف الكبة. يعني شوفوا احنا في منطقة حضر، في بعض المناطق الأخرى في حرف القريبة من جولان بيضعوا الكبة مع المناسف اللذيذة الطعم. ولا ننسى هنا أن نذكر أنه يعني إخوتنا في قرية البطيحة يعني هم كانوا يعني يعتمدون على الأسماك، فالسمك يعني كان يعني لا نستطيع أن نقول يعني إذا يعني ذواقين ومحترفين في طهو السمك، يعني السمك بلبن. يعني أنا من الناس اللي ذقته شيء رائع، والمشوي والمقلي شيء رائع يعني. فبالنسبة لأهل جولان لا يغنوهم بلاغ بالنسبة لأهل البطيحة بالنسبة لهذه الأكلة يعني بالذات بحكم قربهم من بحيرة طبرية، وبقي يعني هذا العرف لديهم حتى الآن بعد النزوح، ومشهورين بالنسبة لهذه الأكلة بالنسبة للسمك طبعا الأكلات الجولانية التراثية الأخرى. طبعا عند انتهاء رمضان وانتظار يوم العيد بالنسبة للأطفال لابد أن نذكر هنا أنه كان هناك تجارة بين الجولان وبين الشام، وكثير من الرجال كانوا ينزلون إلى الشام مع نسائهم، كانوا يشترون القماش الدمشقي وأيضا سروال الكلمنضة يعني والجلبيات أيضا من دمشق، وأيضا من سوق أيضا القنيطرة، وأيضا كان هناك بتجارة، وكان هناك علاقة تجارية أيضا مع فلسطين ما قبل الاحتلال ما قبل 48. فكان انتظار يعني مثل أي طفل، يعني كان يفرح عندما يشتري تلك سواء يعني ثيابه فيضعها عند تحت مخدته يفرح. كان هناك في ألعاب معينة يصير في طراد الخيل، يلعبوا طراد الخيل الأطفال، يعني يلعبوا ألعاب معينة يعني إذا نقول إحنا الألعاب بالعصا السباق. وكان هناك مثل ما ذكرنا لم يكن هناك نقود، فكان هناك بعض ما يسمى إحنا هون أن براد في الوقت الحالي، سابقا ما كان في براد، كان ما يسمى الكوارة، والكوارة هي يعني بنسميه بيت المونة بالمختصر المفيد، اسم كوارة بيت المونة، بيطلع فيه بحطوا فيه العسل، جرار العسل، جرار الدبس إلى آخره، القمح إلى آخره. فبعض الأطفال يعني بطرافة وبشقاوة أو يسرق البيضات ويذهب إلى الدكان فيشتري بعض الحلويات، من الحلويات اللي كانوا أيضا يعني أذكرها بنسميها إحنا كعكبان، هيك بلفظة كعكبان، هي عبارة عن بيكون طويلة وباللون الزهري واللون الأبيض ولذيذة قاسية لكنها لذيذة، وبعض أيضا مطعم والقضامة الفستق، وكانوا بعض أصحاب البقاليات يشترون يعني ضمن مبدأ المقايضة، ضمن مبدأ المقايضة لم يكن في يعني سيولة نقدية قديما. ولكن أيضا عندما حدث أيضا نقول إحنا بالتطور أصبح هناك في نقود، يعني صار في تجارة وصار في أسواق، ويعني الناس يعني أصبحت في تعاون وفي تطور يعني أكثر بالنسبة لفرح العيد. وكان انتظار بالنسبة لصلاة العيد، يعني بنقول احنا قدوم العيد يعني الاعتماد على الغروب، ما كان في إذاعات بالنسبة للجوامع إلى آخره، كان يعني ممكن تشوف إنه واحد عنده راديو إنجليزي من هالقديمات يسمع أو ينتظر، فكان الغروب شيء جميل يعني 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 لا يوصف، يعني عبق الجولان، رائحة الجولان، صمت الجولان يعني في الليل، فمنظر يعني جميل كما ذكر في الروايات وكما قيل لنا في هذا المجال. وإذا ذكرنا بالنسبة للزي الشعبي في الجولان، طبعا الزي الشعبي في الجولان مثل ما ذكرنا هو جزء من الخارطة التراثية لبلاد الشام بالنسبة للأزياء الشعبية، فهو متشابه. يعني بالنسبة للرجل الزي يعني عندنا الشروال أو بسميه الكلمنضة، عندنا القلابية، عندنا العقال، عندنا الشورة البيضة وهي التي تلبس بالعيد، يعني أكثر الشورة البيضة دلالة على النقاء، وفوقها أيضا العقال. وأيضا القلابية كان يلبسها أغلب الأحيان هي الشباب، وما كانت يعني نذكر لم تكن يعني تهتدى القلابية البيضاء إلا نادرا، يعني كما ذكر لي عن القلابية بحكم طبيعة الجو إلا ضمن مضافات معينة وسهرات معينة، بحكم الجو هناك يعني ما كان يعني قلة اللي بلبسوها. طبعا هناك عندنا المزنوك أيضا كان يلبسوا المزنوك، عندنا بالنسبة لأيضا النساء كانوا يلبسوا الشرش والحطة والعصبة
الحطه والعصبه، وفي العصبه الخمريه والعصبه حسب المناسبه، والعصبه في عصبه مقصبه بذهب، وفي عصبه مقصبه بقصب، وفي بفضه، وحسب الواقع الاجتماعي للرجل. بشكل عام يعني الزي في الجولان هو يعني زي محتشم، زي يناسب الطبيعه الريفيه من حيث الجمزي واللمزي ومساعدته بالنسبه للحراثه، بالنسبه للحركه، بالنسبه للطبخ، بالنسبه للزراعه للرجل ولا المراه. جاي متهدل ايضا للشمس يعني واقع، حتى للطقس يعني زي البارد يعني العباءه، هناك العباءه الصيفيه والعباءه الشتويه، فان هو زي ينسجم مع الواقع الاجتماعي، مع الواقع الطبيعي لمنطقة الجولان من حيث الحر ومن حيث القر.